السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده من المواقع الأوبن سورس، يعني تقدر تحصل على شفرة كود وتقدر تطور عليها أو تستعملها وهكذا، وفي نفس الوقت مجاني، عبارة عن إن أنت بتشوف الملف بتاعك موجود أونلاين على الإنترنت، وتقدر تخفي بعض الحاجات مثلا أو تظهر بعض الحاجات علشان تركز فيهم بالشكل دوت. تمام، للمراجعة الكوردينيشن تقدر تعمل فيه فيت الحاجة، تقدر تعمل فيرست بيرسون عناصر ديت وهكذا، تقدر تزورهم كلهم تخفيهم كلهم بشكل سلس. ممكن تقدر تشوف الكلاسز تقول مثلا عايز اخفي كل الادوار اللي موجوده، الدورس مثلا، الريلينج، الوول مثلا، ممكن نقول مثلا الويندوز، شوف ايه الحاجات اللي انت عايز تخفيها من المشروع. ممكن تشوف المشروع كأوبجكتس بالشكل دوت، مودلز لو في اكتر من مودلز تقدر تشوفهم وهكذا. وتقدر تيجي هنا تقول له مثلا عايز اشوف اكزامبل، او عايز اشوف الاي بي اي دوكيومنتس السورت كود وهكذا، فتقدر تحمل الحاجات اللي انت عايزها. فده بالذات للناس اللي هي مهتمه بالبرمجه هيفيدهم، لان هو في معلومات كتيره جدا منظمه، وتقدر تحصل على الكود، واي تطوير بيحصل برضه بيطوروه ويحطوه موجود. تقدر تعمل داونلود ل الاس دي كي بتاعه او البيم فيور وهكذا، وكل الحاجات دي مجانية واوبن سورس.